التاسع من شروط الصلاة دخول الوقت. معنا سرتي جينا ويوم يمرد سلوغول جولدنين كو ناتوغول وقتهم. فلا بد أن يصلي بعد دخول الوقت، لا يقدم الصلاة عن وقتها ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها. معنا كو بيتو نتلون وجولة ند وقت الناتي هنا حرم ند أوتي أردين ولا ند أسكن تنتا جولوغول وانا جولدنين كوقت مايري. رجل من الناس وضع المنبه ونام، وقدر الله سبحانه وتعالى عليه أنه نام على الصلاة واستيقظ. الوقت الذي يستيقظ فيه لابد أن يؤدي الصلاة في هذا الوقت عندما يستيقظ، لا يؤخر أكثر. نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس، قال الآن ذهب وقت الصلاة، أنا مرة أخرى نقول لا، تصلي في هذا الوقت، والله أعلم. نتلو جوني مثلا إني كنت وقتي مجولو قول جولنا كوقت مير نحرم دي أو أردين تاوان لن أساكين تينتا جون نوم أوتيكي أو وقت في وانا ريفي فينو إمورا جون ودانو الله هدرا ودانو ستاوني أفينيتون هاري وقتو جولدن انكو كاو فيني دون وانا اني جوري بروني مثلا جوري صباكا ني أوتيكي واليكي هانانجين فودي يونكو وقت يمو كو يجولو كيسا وانا اني جوري بروني نانجين فودي حبو محبو هايس أو وانا يونينو هنكاري اندي أفيني دون كو دوا جولدن.